أشجار الطائرة التاريخية وأشجار التنوب والمياه المتجمدة، وادي الجحيم، آلاف الهكتارات من الأراضي، وفيها واحدة من أكبر الحدائق الوطنية في تركيا. تقع الحديقة في منطقة تشامليايلا، وهي تقدم وليمة معاكسة لاسمها مع التنوع النباتي والحيواني الغني. نبع الماء الذي يحمل نفس اسم المنطقة هو أيضاً موطن لأنواع مختلفة من الأسماك. وادي الجحيم معجزة طبيعية فريدة من نوعها.